فقد بدأ مشروع دعم النظم الصحية الثاني في سبتمبر من عام 2009 بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبكلفة إجمالية 73 مليون دولار أمريكي ولمدة 5 سنوات تنتهي إن شاء الله في عام 2014. هذا مشروع ضخم ومهم على صعيد المستشفيات وعلى صعيد استراتيجية الوزارة بشكل عام. هذا أحدث نقلة نوعية لمسوا عاملين في الخدمة الصحية والمواطنين اللي بتلقوا هذه الخدمة. منذ بدايته تناغمت رؤية مشروع دعم النظم الصحية الثاني مع رؤية الحكومة الأردنية في تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الوصول إليها، وتم ترجمة هذه الرؤى إلى استراتيجيات وبرامج خصصت إحداها لتطوير خدمات الأمومة الأمنة على مستوى مستشفيات القطاع الصحي العام بالمملكة الأردنية الهاشمية. تم تحديد أولوياتنا وقام المشروع بتنفيذ هذه التوسعات والتحديد، بالإضافة إلى إيجاد بيئة آمنة للمواطنين والعاملين أيضا في مستشفيات وزارة الصحة. خلال مشروع دعم النظم الصحية الثاني تم تحديث وتوسعة 14 قسم توليد وخداج وطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية والجامعة الأردنية. كانت المساحات قبل التحديث بحدود حوالي 18200 متر، بعد التحديث أصبحت 34200 متر، أي بزيادة 88%. مراحل إعداد المخططات الهندسية وثائق العطاء كاملة تمت بالمشاركة ما بين مهندسي الوزارة ومشروع دعم النظم الصحية الثاني. مراجعة المخططات شارك فيها مهندسي الوزارة والكوادر الطبية والإدارية العاملة في المستشفى المعني، وبعدها يتم الإحالة بعد أخذ الموافقة من USAID، بعدها تنتقل لمرحلة التنفيذ. طبعاً مشاريع دعم النظم الصحية بتمتاز بقصر فترة التنفيذ، اعتبار أنه إحنا بنشتغل بمنشأة حيوية زي المستشفيات، فبالتالي ما بنستطيع أن نسكر الأقسام لفترة طويلة، فبتتراوح فترة التنفيذ في المشروع ما بين 8 إلى 10 أشهر. بناءً على التصاميم المعتمدة يتم عمل تقييم كلي شامل لاحتياجات المستشفى من معدات وأجهزة وأثاث طبي وأثاث غير طبي، طبعاً هاي بتتم حسب المعايير العالمية المعتمدة، والتركيز فيها يتم على إنقاذ حياة المرضى. دليل الصيانة اللي تم استحداثه كانت أهميته أنه نحافظ على المشاريع اللي تم تنفيذها بديمومة وأنها تشتغل بكفاءة عالية، وحتى باقي مرافق المستشفى طبقنا فيها دليل الصيانة. كان كل تعاون كل دعم امتاز بسرعة التخطيط والتنفيذ اللي قائم كان عن إعادة هيكلة أقسام النسائية والتوليد، رفع سويتها، تزويدنا بالأجهزة الطبية. كثير المستشفى يعني مريح، الأسرة بنفس الغرفة عددهم قليل، وفي يعني مفصول كثير، في خصوصية كثير للمرضى. كان التوليد عندي غرفتين، الآن عندي قسم مستشفى ايزوليتد محصور لوحده. كانت الخداج عندي غرفة واحدة 4×4، الآن عندي قسم خداج متكامل. الآن العيادات النسائية كانت عندي عيادتين تبعد 10 كيلومتر عن المستشفى، الآن عندي 4 عيادات مع كامل طواقمهم. الآن يعني التوسعة اللي حدثت في مستشفى الكرك هي توسعة عظيمة بكل معاييرها، وكل التعظيم والشكر للإخوان في USAID. تم تجهيز هذه الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية والمستهلكات اللازمة للعناية لهؤلاء المرضى. من هذه الأجهزة هي الحاضنات، أجهزة التنفس، أجهزة ضرورية لإنعاش المواليد عند الولادة. وفر لنا المشروع كتير معدات وحاضنات جديدة، وأهم إشي إنه وفر لنا كمان السباب، وفر لنا منتترات، وكتير صارت الخدمات المقدمة للبيبي أحسن من السابق. وإحنا بموضوع السباب بالذات اللي دخلناه بالأردن كان له أثر كبير جداً، ونتائجه تقلل من مضاعفات الجهاز التنفس الاصطناعي على الطفل، وتقلل من الكلفة الاقتصادية، وتقلل من المضاعفات الخطرة اللي كانت تحدث
على أجهزة التنفس الاصطناعي. بنتي غزلت 800 غرام دخلت بالخداج 3 أشهر. حطوها على جهاز تنفس حديث ممتاز. هاي غزل عمرها 10 أشهر وصحتها ممتازة مليحة. In our work with hospitals, what we're trying to do is improve even more on what Jordan's accomplished for safe motherhood, because there are still avoidable deaths of both mothers and children in the difficult time of delivery and postpartum care. To do that, we've been working with hospitals all over the country, not only doing the renovations, but also helping the staff in these hospitals work more efficiently to save lives. كان مشروع دعم النظم الصحية الـ HSS هو داعم قوي لتأسيس وتشكيل لجان الأمومة الآمنة في كل مستشفى. أنا بسميها إنه النقد الذاتي البناء، لأنه لما تجتمع كل شهر بنحلل المعلومات اللي صارت، وإذا في جابس، إذا في نقاط ضعف معينة بندرسها بنبحثها وبنحاول نتجاوزها في المستقبل، والكل بيلتزم بالجايد لاينز اللي موجودة، وهذه كان لها أثر كبير في تحسين نوعية الخدمة وتخفيض الوفيات. من حيث التدريب اللي حصلنا عليه احنا والكوادر ساهم كثير انه احنا نحسن ادائنا واداء كوادرنا وتقديم الخدمه الافضل للمرضى والمراجعين، وتعزيز نواحي التطور العلمي اللي احنا حصلنا عليها من خلال الورشات العمل اللي بنتابعها اول باول مع البرنامج. اسهمت اعمال التحديث والتوسعه في استحداث وظائف واقسام لم تكن موجوده قبل هذه الاعمال، ومنها على سبيل المثال استحداث أقسام لتوفير وتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للسيدات مباشرة بعد الولادة أو الإجهاض. أخذت دورة عن المشورة لخدمات تنظيم الأسرة النفاس وما بعد الإجهاض من خلال HSS2. طبعاً أنا تلقيت دورات من مشروع دعم النظم الصحية، حصلت على أكثر من دورة، منها دورات مشورة ودورات في تعزيز وسائل تنظيم الأسرة. قام مشروع دعم النظم الصحية بالتعاون مع لجنة مختصة من وزارة الصحة ومديرية تكنولوجيا المعلومات بتصميم وتطوير نظام المحوسب لمتابعة الحمل وما حول الولادة. قام مشروع دعم النظم الصحية ومديرية تكنولوجيا المعلومات بإنشاء شبكات حاسوب في داخل المستشفيات وربط هذه الشبكات معا. من أجل تطبيق نظام رعاية الحوامل في المستشفيات، قام مشروع دعم النظم الصحية الثاني بعمل زيارات دورية منتظمة على هذه المستشفيات وتدريب الكوادر أثناء فترة العمل. في لحظات أنت بإمكانك ترجع للسيرة المرضية المدونة على الحاسوب في قسم النسائي والتوليد وتعرف كل المعلومات عما يتعلق في المريض، وهذا بيسر لك وبيسهل لك. استجابة لأولويات الأجندة الوطنية وللإسهام في خفض معدل الوفيات الكلي بالأردن، وبالتحديد الناتجة عن حوادث الطرق ومضاعفات الأمراض المزمنة، قام المشروع بتطوير وتحديث أقسام الإسعاف والطوارئ في 5 من أكبر مستشفيات وزارة الصحة بالأردن. الآن أصبح الإسعاف بجاهزية كاملة مساحة وترتيبا وكادرا وأجهزة. أنا قسمي هلأ كبير محدث، في غرف فحص رجال مستقلة عن غرفة فحص النساء، الأجهزة المطورة وحديثة موجودة، في عندي غرفة ماينر، عندي غرفة عمليات، كل الفاسيلتي اللي بيحتاجها الممرض ليشتغل مع مريض. كانت حاجة ملحة لتحديث قسم الإسعاف والطوارئ لأنه ضغط هائل نتيجة لوجود مدينتين صناعيات في منطقة سحاب. اللي تم تحديثه في الإسعاف واللي خدم المراجعين والكوادر الطبية العاملة استحداث صالة لتصنيف المرضى حتى يتم التعامل بالسرعة القصوى والممكنة مع الحالات الحرجة، ومع الحالات البسيطة بتم التعامل معها برضه بطريقة سلسة وأفضل. فرق كثير يعني بالنسبة للمكنات، للمداخل،
لما تدخلي فيه يعني كثير يعني واسع وشرح. إن الشراكة المثمرة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة الأردنية مكنت الشركاء من تحقيق الكثير من النتائج، ومنها انخفض معدل وفيات الأمهات من 41 لكل 100 ألف مولود حي إلى 19 لكل 100 ألف مولود حي. انخفض معدل وفيات الأطفال من 30 لكل 1000 مولود حي إلى 17 لكل 1000 مولود حي. 50% من السيدات الأردنيات اللائي أنجبن بالمستشفيات حصلن على مشورة لخدمات تنظيم الأسرة، و 27% من نفس السيدات حصلن على وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة. الحمد لله مبسوطين، يعطيك ألف عافية. لما شفت على الواقع ما شاء الله يعني ممتاز، ولا يعني خدمة خمس نجوم. يعني إحنا من أبناء المنطقة، شفنا قديم وشفنا جديد والله الحمد لله. قسم الخداج بمستشفى الكرك الحكومي بالنسبة إلي كان حلم تم تحقيقه. وهم ما في المشروع إنه الطبيب والممرضة والمقيم وكل الناس بيشتغلوا كفريق واحد. تجربة لن أنساها على الإطلاق. من التغذية الراجعة التي ترد للوزارة تبين مدى تأثير هذه التحديثات وهذه الأجهزة المتطورة على الخدمة الصحية التي يتلقاها المريض في المحافظات. وهذا مثال للتشارك الإيجابي بين الحكومة الأردنية والحكومة الأمريكية وبين الشعب الأردني والشعب الأمريكي، وهذا يعني مقدر عاليا، ونعتقد أنها قصة نجاح حقيقية يجب أن تسجل. إنه لشيء رائع أن تتاح لنا الفرصة للإسهام في تنمية النظام الصحي في الأردن، ولكن الأروع أن ترى نتائج هذا على وجوه المنتمين.